الثنائيه الاتحاد المغربي للشغل يرافق الاجراء الذين فقدوا العمل ديالهم من اجل الاستفاده من التعويض المخصص من طرف لجنه اليقظه الاقتصاديه. الاتحاد المغربي للشغل يرافق ويواكب القطاعات والاجراء اللي هما في ازمه من اجل التخفيف من الحده ديالها الاجتماعيه. الاتحاد المغربي للشغل بالطبع في هذه الازمه يقوم بدورات تكوينيه تحسيسيه لفائده الاطر والاجراء في كل القطاعات المهنيه، فهي ظرفيه صعبه. نساهم كمنظمه نقابيه بكل قوانا للخروج منها على الصعيد الوبائي، وهنا كنسجلوا المجهود الكبير اللي قامت به البلاد ديالنا تحت الرئاسه ديال صاحب الجلاله، بحيث نحن من الدول اللي في الطليعه لقحات المواطنين ديالها في واحد النظام رائع، بحيث شفنا عدد الملقحين بكثير مجموعة من الدول التي كانت تعتبر أنها دول متقدمة. فكنسجلوا بارتياح هذا نجاح هذه العملية ديال التلقيح، وبالطبع يجب أن نبقى حذرين، يجب اليقظة من على جميع المستويات حتى الخروج من هذه الأزمة الوبائية، ولكن الأزمة الاقتصادية اللي كتعيشها بلادنا من اجل استرجاع العافيه ديالها. وهذا كيتطلب التضافر ديال الجهود ديال الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمصلحه البلاد ديالنا. مشروع الحمايه الاجتماعيه فهو مشروع مجتمعي مهيكي لاخراج المغاربه وعموم الاجراء من الهشاشه والفقر. فبالطبع قلما رأينا في بلدان مثل هذا المشروع، فهو مشروع يضمن التقاعد لكل المغاربة، مشروع يضمن الحماية الصحية وما أحوج المغرب بها في هذه الظرفية الوبائية العصيبة، مشروع يسن تعويضات عائلية لعموم المواطنين، ثم اللي كذلك يهم في هذا المشروع وهو سن تغطية أو سن فقدان عن تعويض عن فقدان الشغل للأجراء سواء في القطاع المهيكل أو القطاع الغير المهيكل، من أجل الاستفادة الذين فقدوا عملهم من أجل الاستفادة من تعويض عن فقدان الشغل. فهذا المشروع فهو من صنع صاحب الجلالة ومن ابتكار صاحب الجلالة نصره الله، وتم سن قانون إطار يحدد المعالم الكبرى لهذه الحماية الاجتماعية في أفق 2026. وبالطبع مجموعة المحاور ستعرف التطبيق ابتداء من التغطية الصحية، ابتداء من سنة 2021-2022 لتعم 22 مليون من المغاربة. فالاتحاد المغربي للشغل من خلال الفريق ديالو بمجلس المستشارين صوت بنعم لصالح هذا المشروع، ثم سنساهم في تنزيله سواء على صعيد الحوار الاجتماعي مع الحكومة لإغناء كل النصوص التشريعية، أو من خلال الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل في المناقشة ديال النصوص والقوانين التطبيقية. فهو مشروع يعتبر بثورة ملكية في الميدان الاجتماعي،
ونمشي الجيل بارتياح في الاتحاد المغربي للشغل هذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.